على قمة انتهاكات الأسد يتربع الكيماوي كأخطر سلاح استخدمته سلطة الأسد ضد الشعب السوري في أرياف دمشق وفي ريف في أرياف حلب وغيرها من المناطق. قصفت سلطة الأسد المدنيين بالسلاح المحرم دوليا. مشوار المحاسبة لسلطة الأسد يبدو أنه ليس سهلا في ظل الدعم الروسي المقدم لها. تحديات جسيمة تواجهها المنظمات المعنية لإدانة سلطة الأسد، ورغم كل ذلك نجحت بإثبات الكثير من الحوادث واستخلصت إدانات دولية. ولزيادة التأثير ونقل الصورة المخفية، تعاون مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا مع قناة حلب اليوم لإنتاج فيلم يسلط الضوء على استخدام السلاح الكيميائي في مدينة مارع بريف حلب، بالأدلة والبراهين وبمنهجية استقصائية تحقيقية مهنية مزجت بين العمل التوثيقي والإعلامي. قدمت حلب اليوم بالتعاون مع مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا فيلم العدالة المنتظرة. وإلى جانب ذلك، تستمر حلب اليوم بدعم رؤية المنظمات العاملة على توثيق الانتهاكات وإدانة مرتكبيها بمهنية عالية. وهنا يمكن التساؤل، ما هي أهمية دور الإعلام في التأثير على الرأي العام والعالمي في إدانة مرتكبي الانتهاكات لا سيما الكيميائية منها؟ ما هي الصعوبات التي تواجه المحققين الدوليين والمتعاونين معهم من المعنيين من أبناء سوريا في إدانة سلطة الأسد؟ ومتى ستتحول كل هذه الجهود إلى مساءلة حقيقية لبشار الأسد وسلطته؟ كل ذلك وغيره سأناقشه مع ضيفي السيد نضال شيخاني مدير مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا، يحدثنا من لاهاي. مرحبا بك معنا سيد نضال. ومشاهدينا نعود إلى بدء الحوار مع السيد نضال لكن بعد مشاهدة هذه المادة القصيرة. المدينة الوحيدة مارع ما هي لداعش ما تسيطر عليها. هون أنا في الغلط ردعته ولازم ماني مردد. حتى كان عم يستفرغ على الدراجة اللي كان نقلته إسعاف. الجبهة ما استهدفوها بالكيماوي، استهدفوا البيوت المدنية. هي عرضي! ما بيستطيع تنظيم داعش يصنع هيك أمر. من غير المعقول إنه يكون من الثمانينات حتى 2015 تحافظ على أدائه. هذه نظرية مطابقة لكافة الجرائم التي عملنا على توثيقها. قذائف شلون وصلت لداعش؟ سيدي استشهدت. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، وكان ذلك برومو مختصر للفيلم الذي أنتجته قناة حلب اليوم بالتعاون مع مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا. ولمتابعة الفيلم كاملا يمكنكم الدخول إلى معرفات قناة حلب اليوم ومعرفات مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا لمشاهدته بشكل كامل. وأجدد الترحيب بالسيد نضال شيخاني وهو مدير مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا. مرحبا بك معنا سيد نضال. نبدأ بالحديث عن أهمية دور الإعلام بشكل عام في التأثير على الرأي العام والعالمي في مسيرة إدانة الانتهاكات الكيميائية والاتجاه نحو المساءلة بطبيعة الحال. تحية لك أستاذنا وللسادة المشاهدين، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. كما يعني أود أن أغتنم من الفرصة لتوجيه رسالة خاصة لكافة الكوادر التي عملت من حلب اليوم وكافة الجهود التي بذلت للعمل على إنتاج السم الأسود العدالة المنتظرة الجزء الخامس، اللي كان من خلاله رسالة هامة، اللي انطلق من خلاله رسالة هامة وشفافة وواضحة للتأكيد على تأثير المواد السامة على ذوي الضحايا. كان الفيلم اللي حضرتك شرحت عنه لعب دور هام، حيث عمل مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا على عرضه أمام 41 سفير في من خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حزب الأسلحة الكيميائية. وكانت النقطة هون والأمر الهام أنه قدرنا نوصل صوت الضحايا مباشرة. يعني الوسائل الإعلامية أو إنتاج هذه المادة بالتحديد أعطانا فرصة
قيمة جدا لحتى ننقل صوت الضحايا بشكل مباشر لسفراء دول الأطراف. نقدر كمان نفهم استراتيجية استخدام السلاح الكيميائي بحوادث مختلفة مثل حادثة مارع، من أين حصل داعش على المواد السامة، كيف تم تسليم المواد السامة، شو هي الاستنتاجات اللي توصلنا لها. فلذلك كان كثير من المهم مشاركة يعني الجهود الجبارة التي بذلت لإنتاج العدالة المنتظرة غيرت قناعات الكثير من دول الأطراف في نظر في ملف سوق. ربما سيد نضال أيضا تفصل لنا الصعوبات والعقبات التي واجهتكم كمركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا خلال عمليات التوثيق في مارع على سبيل المثال، ربما لنفهم أيضا الصعوبات التي تواجهكم بشكل مستمر في توثيق معظم هذه الحوادث. يعني في تحديدا في حادثة مارع يعني نحن وثقنا حوادث كثيرة سبقت مارع، استخدم النظام من خلالها الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر وبعدة مناسبات وبجغرافية مختلفة، كما تم استخدام مواد مختلفة، أساليب مختلفة. التحديات كانت هون تكمن أنه إحنا كيف نكتشف داعش كيف حصلت على السلاح الكيميائي. التحديات كانت كيف حصلت داعش على السلاح الكيميائي ومن أعطى داعش هذا السلاح، ليش استخدمت داعش الخردل بتاريخ 21/8/2015 وهو تاريخ مطابق لمجزرة الغوطة الشرقية، شو سبب تقارب هذا التاريخ، ليش بنفس التاريخ بنفس التوقيت. كتير كان في عندنا استنتاجات وتركنا الأمر مطروح للمشاهد بشكل أوسع لنقدر نفلتر عملية التنسيق بين الكيانات الراديكالية والنظام السوري بشكل عام. هل كان هناك تأثير؟ يعني الفيلم عرض منذ أشهر أمام السفراء لكن على وسائل التواصل الاجتماعي تأخر ذلك، منذ ذلك الوقت إلى هذه اللحظة هل كان هناك تأثير حقيقي للإجابة حول التساؤلات التي تفضلت بذكرها مثل علاقة تنظيم الدولة ولماذا وصل هذا السلاح إلى تنظيم الدولة؟ في الواقع الفرق الدولية دائما عندها استنتاجات تقنية، لكن المؤسسات المجتمع الدولي السورية يكون عندها خراط أكثر بالمجتمع السوري، ممكن تفهم حيثيات الوضع اللوجستي السياسي العسكري، ممكن تقدر تحدد بعض المصادر اللي هي قدرت توصل هذا السلاح إلى داعش. نحن من خلال يعني والتشارك مع قناة حلب اليوم حاولنا نبحث أو نستكشف بشكل أوسع هل داعش حصلت على قذائف الخردل من مخازن العراق في الثمانينات، وهذا تم استبعاده لأنه ما ممكن هذه النوع من الذخائر تقدر تحافظ على جودتها يعني خلال طول هذه الفترة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن مجمع المثنى ما ممكن تكون داعش حصلت على قذائف الخردل اللي موجودة فيه في العراق. لذلك انتقلنا إلى سيناريوهات أخرى واللي هي مرجحة أكثر، يكون النظام كما ذكر أحد الزملاء يكون النظام أعطى أو عمل معركة وهمية مع داعش، مكن داعش من الاستيلاء على أحد المستودعات اللي فيها المواد السامة أو القذائف الفاضية وهو عبّاها بشكل منفصل. كان في سيناريوهات عديدة مطروحة. هون كان التحدي إنه نفهم نحن ليش ب 21/8 استخدمتوا الخردل في مارع، ليش بنفس تاريخ المجزرة الكبرى وهي مجزرة الغوطة الشرقية. هون كان يعني موضوع التعقيد بفهم استخدام هذا الاستخدام في 21/8، لذلك حبينا نسلط الضوء عليه مثل ما سلطنا الضوء مسبقا ايضا بوثائقي مماثل اسمه العداله المنتظره عن الغوطه الشرقيه، تحدث عن حادثه 2013 في اب. اليوم انتقلنا لجهه اخرى حتى نقدر نفهم هذا التقارب. لكن انا من وجهه نظري يعني الشخصيه اعتقد بانه النظام السوري استخدم داعش ليغطي على كل شيء جرائم استخدمها بالسلاح الكيميائي. النظام السوري وجد انه في تجيش دولي، كان في تجيش من الدول الاطراف والدول الحاكمه في مجلس الامن بفتره ما بين اب عام 2013 الى العام 2015، كان في تصعيد عالي حتى على المستوى الاعلامي
ضد النظام السوري. لذلك أنا شخصيا أعتقد بأن النظام السوري مكن داعش من يعني سيد نضال أنت عندما تعطي رأيك واستنتاجك، أنت مدير مركز انتهاكات كيميائية في سوريا، شخصية مطلعة ومتابعة، وبالتالي هذا الاستنتاج مبني على أدلة، على براهين، وعلى قراءة مرتبطة بكثير من المعطيات. فقط للتوضيح للسادة المشاهدين، في الواقع نحن ما قدرنا نحصل على دليل مباشر يؤكد على أنه النظام السوري سلمها لداعش. يعني هذا أنا حتى ذكرناه من خلال فيلم العدالة المنتظرة، لكن أنا استنتاجي الشخصي، وهذا ليس مرتبط بالمركز، يعني أنا كشخصي أنا أعتقد أن داعش، النظام السوري سلم داعش هاي المواد، استخدمها بهذا التاريخ. هذا التاريخ رح يكون ذكرى للسوريين، رح يحتفلوا فيه، رح يحيوا في كل مكان في العالم، رح تطلع علينا سفرات العالم ببيانات جديدة وتصريحات جديدة. تعالوا نسكر الخط عليهم، أعطوا داعش مادة مختلفة لم تدخل باستخدامات الكيميائية التي عمل عليها النظام السوري الفترة الماضية، وخلوا داعش يدخل بالملف. هذا محاولة تشويه للتاريخ، لهذا التاريخ، تشويه للتاريخ وتشتيت لأنظار المجتمع الدولي. يعني اليوم صارنا نبحث بقى على مجرم آخر. داعش نعم استخدمت الكيميائي في مارع، استخدمت الكيميائي في أمحوش، حندرات، يعني مناطق محدودة، لكن كل هذا أتى بعد عشرات الاستخدامات للسلاح الكيميائي من قبل النظام السوري. أعتقد أنه هذه عملية استخباراتية فقط لتشتيت الأنظار. سيد نضال، ربما نستغل وجودك لتوسعة القراءة والرؤية على كامل الملف. اليوم كوسائل إعلام تتابع تارة هذا الملف وتتابع تارة أخرى، وأيضا المشاهدين كذلك، رغم أنه ربما يعد الأهم أو من الأهم في سوريا، هل الجهود الموجودة والتي تبذل الآن والتي بذلت هي بمستوى هذا الملف، بحيث ربما نصل على الأقل لإدانة بشار الأسد وسلطته على استخدامهم هذا السلاح؟ هل الجهود كافية أم هناك الحاجة لربما جهود مضاعفة؟ في الواقع أنا أشكر جدا على هذا السؤال القيم. في الواقع إذا أدنى النظام السوري بجريمة واحدة أو بعشر جرائم هي نفس النتيجة. يعني أكيد من المهم أنه نحن نوافق كل هذه الجرائم ونقدر نحصل على أكبر عدد من الأدلة والوثائق اللي تدعم هذا النوع من الملفات. لكن أنا حابب أوضح شغلة كثير مهمة للسادة المشاهدين. موضوع إدانة النظام السوري، أنا ممكن أعد الإدانات اللي تمت عليه مسبقاً، مثل مجزرة خان شيخون، الغوطة الشرقية، اللطامي اللي في ثلاث حوادث، في سراقب، في سرمين، بحادثة التمانعة، في عدة تحقيقات عملنا بنش، في عدة تحقيقات اشتغلنا عليها، صدرت تقارير شفافة وصريحة وتقنية وتم مشاركتها مع دول الأطراف. بالإضافة إلى ذلك تم إرسالها برسالة شفهية إلى مجلس الأمن ومشاركتها مع الأمانة الفنية والتقنية في منظمة حظر أسلحة كيميائية. هذه التحقيقات أكدت إدانة النظام السوري، هناك في أدلة ثابتة لا يمكن التملص منها. أيضا لا زال هناك تحقيقات أخرى في حوادث أخرى من خلال آلات الأدوات المساءلة التي عملت على تشكيلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من بداية العام 2014. اليوم هذه الحوادث تم توثيقها، تم إدانة النظام السوري، نعرف مين الشخص اللي أعطى الأوامر، كيف طلعت الأوامر من القصر الجمهوري، كيف راحت لإدارة المخابرات، كيف توزعت للمراكز المطارات، مين اللي نقل المواد، كيف طلعت. هذا هي الحجم الأدلة، هذا كله أصبح جاهز. موضوع الإدانة أنا أعتبره أنا شخصيا أنه انتهينا منه، نحن الآن بحاجة إلى موضوع المقاضاة. الإدانة على كافة كامل الحوادث تم الانتهاء منه سيد نضال؟ أعتقد لا، لقد يعني أعتقد 14 حادثة فقط، بس العدد كبير. نعم، يعني هناك جزئية ربما نستفيد منها، هي تعزيز الثقة بداية بدرجات. أول درجة ربما تكون مع الشهود والمتضررين ومع الشعب السوري الذي لديه ثقة كبيرة الحقيقة بالمنظمات السورية وشخصياتها العاملة في هذا المجال، والتوضيح أكثر ربما يزيد هذه الثقة. لكن هناك حلقة ثقة قد تنقطع عند الحديث عن نقل جهود هذه المنظمات
إلى المجتمع الدولي. هنا يبدأ السوريون بالتشكيك بأن المجتمع الدولي قد يتفاعل أو يتعاطى مع هذه المعطيات وهذه الجهود التي تبذل. الفكرة يعني كتير مهم كمان، أنا أخص بذلك ذوي الضحايا، موضوع إثبات أو شيء إثبات الجريمة في كتير من القضايا تم إثبات المتورطين فيها. مشكلتنا في سوريا بالتحديد أنه لا يوجد جهاز قضائي يضمن محاكمة المتورطين. لقد ذكرت بمقابلات سابقة بأن النظام السوري ليس بعضو في محكمة الجنايات الدولية، وهذه مشكلة كبيرة. هذه مشكلة، هذا مأزق يضع الدول الأطراف أمام مواقف حرجة، لأنه النظام السوري أجبر على دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، أثبت بأنه استخدم الكيميائي لأغراض عدائية بأكثر من مناسبة، أثبت من أعطى أوامر استخدام السلاح الكيميائي، كل آليات المحاسبة اشتغلت على التحقيق باستخدامه ومن أعطى الأوامر وإلى آخره الأشخاص المسؤولين. لكن المشكلة في ملف سوريا بأنه ينقصنا جهاز قضائي، قضائي داخل جهاز. لكن عندما يعني تتحدث عن إجبار أن نظام الأسد أجبر على دخول هذه المعاهدة، ألم تحل هذه العقدة بالتالي؟ أيضا هناك في يعني بإعلان سوريا لمخزون الأسلحة الكيميائية هو أجبر على دخول الاتفاقية، لكنه لم ينفذ شروط الاتفاقية وتجاوز الاتفاقية عشرات المرات. لا زال يعتبر نفسه خارج هذه الاتفاقية، وبالتالي استخدم الكيميائي بشكل بأكثر بمناسبات عديدة لأغراض عدائية، تلاعب على فريق الإعلان والتقييم والنشر من خلال زيارته لعشرات المرات إلى دمشق. كل مرة فريق الإعلان والنشر DAT يعود من دمشق بآمال مخيبة بنتائج تظهر بأن هناك أنشطة كيميائية بهذا الموقع، هناك بقايا لغاز السارين في مواقع لم يتم التصريح عنها مسبقا. دائما نجد تصريحات على مستوى سفراء الدول الأطراف بأنه النظام السوري غير واضح وشفاف في إعلانه عن المخزون الكيميائي. لذلك النظام السوري لم يقع فقط في موضوع تجريم استخدامه من الأسلحة الكيميائية، إنما هو ملاحق من قبل المجلس التنفيذي من الدول الأطراف لتدمير المخزون السوري والإعلان عن المنشآت المخفية. إذن ما هي رؤيتكم لتحويل كل هذه الجهود إلى مساءلة حقيقية لبشار الأسد وسلطته؟ هل هناك رؤية واضحة أمامكم، أم أنكم تتحينون الفرصة الدولية المناسبة لخلق آلية بالفعل تحاسب بشار الأسد كرئيس لهذه السلطة مع منظومته؟ يعني بهذه النقطة بالتحديد نحن عملنا على وضع استراتيجية محددة، ابتعدنا عن مجلس الأمن لأنه مجلس الأمن معطل بالفيتو الروسي. بدأنا العمل على دعم الفرق الدولية اللي هي تم تشكيلها كدوات مساءلة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأنا أعني فريق بعثة تقصي الحقائق، آلية التحقيق المشتركة، فريق تحقيق وتحديد الهوية، الآلية الدولية المحايدة المستقلة IM. الآليات هي اللي تم تشكيلها كأدوات مساءلة. الحوادث اللي ذكرته لحضرتك وللسادة المشاهدين قبل شوي، احنا فعلنا هذه الحوادث، قابلنا أكثر من 1000 شاهد حتى هذه الساعة، جمعنا أكثر من 65 ألف ملف فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيميائي، قدرنا ندين الجهات الفاعلة. المشكلة هي الآن تعتمد المؤسسات السورية الحقوقية منها منظمات المجتمع المدني السوري باللجوء إلى مؤسسات قضائية محدودة، يعني عندها بارت لعلاج القضايا الدولية، وهي كثير محدودة، يعني ممكن بأربع دول على مستوى العالم. هاي الإمكانيات اللي نقدر نحن عم نتحرك باتجاهها. لكن في نفس الوقت عقدنا اجتماع مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وأشرنا إلى أنه على هالدول الأطراف العمل على إنشاء كيان قضائي مستقل يضمن محاكمة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما يضمن حقوق الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. نعم. ربما نعود من هذا الإطار الواسع والشامل كمجتمع دولي وكمنظمات معنية إلى المواطن السوري المتضرر الذي لحق به الضرر نتيجة تعرضه للأذى من السلاح الكيميائي. ربما لدى الكثير خمول بالنشاط
ومتابعة قضيته الشخصية باعتبار أنه شخص من آلاف الضحايا، وبالتالي لن يكون هناك نتيجة كما يروج البعض لدى المجتمع الدولي. إلى أي درجة تشجعون أنتم السوريين المتضررين كأفراد لتقديم دعاوى شخصية أو ربما من خلال إطار المنظمات العاملة في هذا المجال وأنتم كمركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا لتشكيل ضغط أكبر على المجتمع الدولي والسعي نحو تحقيق العدالة المنتظرة؟ هي في الواقع كما ذكرت يعني المشكلة كمان احنا ما فينا نعطي وعود يعني لأي من ذوي الضحايا بأي شيء، لأنه هاي قدراتنا محدودة أساسا. نحن كمؤسسات مجتمع المدني السوري نحن عم نوصل الحقائق، عم نوثق الحقائق، عم نقدر نعمل سلسلة حيازة للأدلة، عم نشتغل على معايير عالمية، عم نحاول نحرج الدول الأطراف بالتزاماتهم تجاه القضية السورية، عم نحاول نسبب ضغط. لكن هون أيضا الضغط هذا عم يجي من خلال تعاون الشهود، من خلال الأشخاص اللي عم نقدر نقابلهم واللي عم بيقدمونا باقة هامة من الأدلة، من شهاداتهم عم بيوصلونا بأشخاص آخرين، عم بيكونوا سلسلة لا تقدر تربط أركان الجريمة بشكل كامل. هذا أمر مشجع في الحقيقة، هذا الأمر يدعم. اليوم بيقول لك إيه طب نحن شو مستفيدين؟ مو ضروري أخي هلأ استفاد، هي مو استفادة، إحنا لا نبحث عن الاستفادة في الوقت الحالي. نحن نبحث عن بناء أركان الجريمة بشكل كامل، نحن نبحث عن بناء ملف قضائي يضمن محاكمة وتوقيف كافة المتورطين. اليوم كان في نقطة هامة جدا يعني أنا أعيد النظر إليها، أنه استطاعت مؤسسات حقوقية سورية من العمل على بعض الثغرات وفتحت محكمة في محكمة الوطن الشرقية في محكمة باريس، وتم دعوتنا إلى حضور هذه المحكمة وقدمنا باقة كبيرة من الأدلة، وبعد تقديم الإفادة اللي استمرت أكثر من 5 ساعات صدر أمر اعتقال بحق بشار الأسد. اعترضته محكمة الاستئناف ورجع وافق عليه قاضي التحقيق. وبالتالي هذه الإجراءات هي إجراءات تاريخية، لا يوجد محكمة في العالم يعني سابقا وطنية طلعت مذكرة اعتقال بحق رئيسي يعني عنده بروتوكول. لذلك هذا فينا نقول إحنا بلشنا نخرج خارج الصندوق، بلشت الدول الأطراف تقدر تفهم أنه لا يجب العمل على محاكمة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لأنه إذا ما عملت على محاسبتهم بكرة أي دولة من الدول الأطراف ممكن تستخدم السلاح الكيميائي بذريعة أن بشار الأسد استخدمها 62 مرة في سوريا ولم يجد المحاسبة. وكل هذا ما حركه جهود وطنية سواء من أفراد أو مؤسسات. أشكرك سيد نضال الشيخاني على هذه الإيضاحات والتفاصيل حقيقة التي تفضلت بذكرها. مدير مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا حدثتنا من لاهاي. شكرا جزيلا لك سيد نضال، وشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.